الإعلان عن نزوى عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 تتويجاً لهذه الولاية العريقة لدورها الحضاري الضارب في القدم وما قدمته من إرث ثقافي واجتماعي وسياسي لعمان وللعالم العربي والإسلامي، فقد توشحت هذه المدينة بأبهى حللها الثقافية مظهرة عظم الحضارة العمانية خلال العصور المتلاحقة. نزوى في عامها الثقافي جسدت أجمل ملامح المشهد الفكري والثقافي النزوي، وروت أروع القصص للأحداث التاريخية التي شهدتها هذه الولاية، وعرفت برجالات الفكر الذين أخرجوا لنا أمهات الكتب في مختلف العلوم، وأبهرت العيون بجمالها المعماري المتمثل في قلعتها الشهباء وحاراتها القديمة وجوامعها التاريخية. نزوى مدينة العلم والتاريخ ستظل دائما عاصمة العلم والثقافة، وسيبقى تاريخها قصة خالدة ترويه الأجيال جيلا بعد جيل.